طبعا الرقيب الاول على المصارف اللي هو زي ما نقولوا مصرف المصارف، اللي هو المصرف المركزي. بالنسبه للديوان عرف وللرقابه، اللي عرف المصارف تندرج من ضمن الهيئات الخاضعه للرقابه، تمام. لكن عرفت بالنسبه لهاتين الجهتين هي هيئات كثيره جدا. الرقابه الاولى، تمام، هي يعني بالتاكيد المصرف المركزي، ولكن ايضا المصارف كشركات مساهمه هي لديها اليات محكمه للرقابه الداخليه ومع كل هذه النصوص. لكن هذا الكلام او هذا الحديث نظر، لان الجمعيات العموميه المالكه للمصارف لا تقوم ب يعني باي دور. ان احنا نحكو في يعني بالنسبه للمصارف المملوكه لمصرف ليبيا المركزي، يعني نحكو في حوالي 10 سنين 9 سنين لم تنعقد الجمعيات العموميه. ايضا بالنسبه لمجالس الاداره معظمها غير مكتمله النصاب وخارج المده القانونيه، يعني انتهت مدتها القانونيه، وبالتالي هذه المجالس ضعيفه امام الاداره التنفيذيه. وفي غالب الاحيان ايضا تفوض اختصاصات الرقابيه للاداره التنفيذيه، فتصبح الاداره التنفيذيه زي ما نقولوا انها تراقب على نفسها. وهذا هو موطن الخلل يعني بالنسبه لنا احنا في الرقابه، هذا هو. لكن الرقابه الاجدى والرقابه اللي هي اكثر فاعليه كان المفروض انها تكون من داخل المؤسسه وليس من خارجها من خلال التجربه. ملكيه المصرف المركزي لهذه المصارف اثرت سلبا على القطاع المصرفي بشكل عام. وباش نكونوا صرحاء، ان المصرف المركزي يغض النظر وزي ما نقولوا ان يمنح بسخاء المصارف اللي يملكها كثير من المزايا، وهذا امر جاء على حساب المصارف الاخرى اللي هي نحكو يعني بالذات في القطاع الخاص، وتهيالي لم تخلو سنه من او 6 اشهر من ازمه تنشب بين احد المصارف الخاصه والمصرف المركزي، وتكال فيها الاتهامات يعني بالمحاباه وبكذا. ايضا الشيء الاخر ان المصرف المركزي يعني لديه صلاحيات واسعه في القانون رقم 1/2005، الى درجه ان بامكانه ان حتى المصارف التي لا يملكها ولا يملك فيها نسبه مساهمه. من اللي أسوأ حالا من المصارف المملوكه لمصرف ليبيا المركزي؟ المصارف الخاصه. المصارف الخاصه يعني بالنسبه لنا كرقابه، يعني من حيث معدلات الشكاوى ومعدلات التظلمات، معدلات ورود قضايا الاختلاسات، هي اقل بكثير مما يرد من المصارف المملوكه لمصرف ليبيا المركزي، لان يعني زي ما قلت لحضرتك المصارف الخاصه فيها اختلاسات اقل، مع انها موجوده في كل المصارف في ليبيا كلها فيها اختلاسات، ولكن المصارف الخاصه اقل الاختلاسات منها من الموجود في المصارف اللي تتبع لمصرف ليبيا المركزي.